وصفة اليوم برعاية أوشنز برايد، فخر البحر. هذه الشركة شركة مختصة بالسيفود. بس قبل لا أقول لكم ليش أنا اخترت هذه الشركة، حابة أقول لكم أن هذه الشركة تبع اليسرى الغذائية اللي كلكم تعرفونها وتثقون فيها. اخترت هذه الشركة اليوم حق وصفة اليوم لعدة أسباب. اخترت هذه الشركة سلمكم الله لأن منتجاتهم خالية من المضادات الحيوية، خالية من الهرمونات، يعني توكلين عيالك شيء نظيف وصحي وانتي مطمنة. يستوردون كل منتجاتهم من الموردين العالميين المعتمدين من الاتحاد الأوروبي وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ومنتجاتهم غنية بفيتامين B2، B12، أوميجا 3. السالمون عندهم مستورد من النرويج. يمكن لو تروحين السوبر ماركت وتشوفين هذه السمكة ما تاخذينها، صح ولا لا؟ بتقولين هذه فيها بقعة، هذه أكيد مفرش. تاخذين البرتقالية الفاقعة. تدرون إنه غلط. وهذه السمكة اللي مفروض تاخذينها، تدرون البقعة هذه عبارة عن شنو؟ هذه عبارة عن تجمع أوميجا 3، تجمع الزيوت المفيدة. هذه السمكة هي الفرش، هي اللي مفروض تاخذينها. هذه دليل على إنه ما فيها مضادات حيوية، ما فيها هرمونات. فإذا شفتوا هذه اخذوا هذه، اعتمدوا هذا البراند يا جماعة الخير. إذا شفتوه بأي سوبر ماركت بالتموين اخذوه، لأنه شيء نظيف، شيء توكلين عيالك وإنتي مطمنة. استخدام منتجات فخر البحر بسوي معاكم مطبق زبيدي ملكي. مطبق زبيدي بحشو الربيان، راح استخدم الزبيدي مالهم وايضا راح استخدم الربيان مالهم. طبعا الزبيدي كذي يصير كامل مثلج، اوكي، والربيان كذلك. السالمون ان شاء الله نسويه وقت ثاني. جاهزين حق احلى مطبق زبيدي ملكي؟ مطبق زبيدي بحشو الربيان، الطعم لذيذ لا يوصف والطريقة وايد سهلة. هذه مقاديري راح أذكرها لكم أثناء الطبخ علشان ما أطول عليكم السالفة. يلا خلكم معي. أول شيء نتبل السمك. راح أتبل ببهار سمك. أنا عندي بهار سمك جاهز. إذا ما عندكم بهار سمك تقدرون تحطون كزبرة، كمون، كركم، فلفل أسود، شوية لومي أسود، دارسين. أوكي، أنا عندي بهار كامل بس بضيف له شوية كركم. أتبل السمكة عدل من داخل ومن برا. طبعا ما راح نغلفها بطحين، حق المطبق ما نحتاج نغلفها بطحين، نقليها على طول. أوكي، حط شوية كركم. طبعا أبهرها عدل من الصوبين، أوكي، ومن داخل بعد. ولا تنسون الملح. بنفس الجدر اللي بسوي فيه المطبق أقلي السمك، أوكي، لأن نبي النكهة، نبي الزيت اللي قلينا فيه السمك. أول شيء بحط زيت، زيت ذرة، أوكي، كمية راهية. من يحتر عندي الدهن أنزل السمك. بسم الله. معلومة مهمة، السمك علشان لا يتفتت معاكم لا تقلبونه كل شوي، تأكدوا انه من تحت خلاص تقله بعدين قلبوه، اوكي؟ لان السمكة كل شوي تقلبينها بس تتفتت يخترب شكلها. نشيك الحين على السمك. بسم الله. نرفع شوي شوي نشوفها تحمرت من تحت نقلبها. للحين يبيلها شوية. الله يا ريحة الزبيدي، الله. لا وحالات الريحة انها الحزة، عرفتوا؟ يلا الحين نقلب السمكة. بسم الله. خلاص تحمرت من تحت نقلبها. بس الزبيدي عندي استوى، اشيله الحين من الدهن. نشيله طبعا، تقدرون تردونه بعدين ببطن العيش،
أو تحطونه فقط فوق العيش كيفكم. أنا مرات أخليه بطن العيش، مرات أحطه فوق العيش وأحطه وقت التقديم، مرات ما أحطه يعني ما أقلي كل الكمية، أقلي قبل التقديم عشان تظل سنة شديد مقرمشة. بنفس الدهن هذا بنسوي طبختنا على طول. راح نحط بصل كمية راهية، الزيت هذا فيه طعم السمك فنحتاجه، هو اللي راح يعطينا طعم لذيذ حق المطبق. البصله عندي انقلت شويه، الحين ابدي احط اول شيء فلفل حار ولومي اسود، واحط البهارات نفس البهارات اللي تبلت فيها سمك، احط شويه كركم وشويه من بهار السمك، واحط لومي بودر اللي هو نفس اللومي هذا بس مطحون، يخلي العيش كذي طعمه حامض لذيذ. وشيء مهم دارسين، قرفة نص قفشة، نحمس. من تطلع ريحة البهارات على طول شو نسوي؟ قبل لا تحترق البهارات نحط راس ثوم مبشور ونحمس. يا الله لو تشمون ريحة الحمسة، لو تشمون اللي قاعدة اشمها أنا الحين، الريحة تينن تينن تينن. بنزل معجون طماط واحد، طبعا أدري في وايد ناس ما يحطون بالمطبق معجون طماط، احنا هذه طريقة بيتنا، نحط طماط ومعجون طماط يطلع وايد لذيذ. في ناس يسوون المطبق عيش أبيض، كل واحد وطريقته. أحمس المعجون بعدين أضيف الطماط المبشور، طماطتين باشرينهم بدون قشر. واضحة اللذة ولا مو واضحة؟ أعتقد واضحة. يلا نزل الطماط الحين، اللي جربه ومطبق الزبيدي على طريقتي يدرون إنه ألذ طريقة بالحياة، جربه وحكمه. الحين بنزل الربيان، طبعا الربيان بخلي شوية ببطن العيش وبشيل شوية للتزيين. اوكي ربيان منظف، ننزله كذي بالحمسة ونخليه يطبخ بو 10 دقايق، ونشيل نص الكمية حق التزيين ونص نخليه ببطن العيش. نقلب الربيان ونتركه 10 دقايق بالضبط ويكون جاهز. قبل لا نتركه نضيف الخضرة، الخضرة شنو؟ شبلت شدة كاملة كبيرة، وكزبرة نفس الشيء شدة كاملة. انظروا إلى جمال المنظر. نحمس الحين ونغطي جدرنا عشان يستوي الربيان. إذا تبون مطبق زبيدي عادي بدون أضيفوا الربيان، بس أنا اليوم حبيت أدلعه، حبيت أسويه ملكي، طبق زبيدي بالربيان عشان اللي مشتهي زبيدي ومشتهي ربيان ياكل هالطبق. بس نغطي الجدر وننطر الربيان يستوي. يلا نشيك على الربيان. بسم الله، يا سلام يا سلام، يفتح النفس. ودكم تاكلونه كذي بدون عيش على خبزة خباز، ويا سلام. بحط رشة ملح وبشيل نص الحشو بالضبط، اوكي، وبخلي نص حق العيش. تحطون كمية ملح كبيرة لان الحشو راح يصير مالح، حطيت شوية ملح، الحين راح نرد نحط ملح مرة ثانية حق العيش. نشيل عاد جزء من الربيان للتزيين نحطه على وجه العيش، وجزء نخليه ببطن العيش. بس كذي كافي، نشيل فلفله بعد كذي حلوه نزين فيها. وعلى طول ننزل العيش على الحشو هذا اللذيذ اللي سويته،
أو على الحمسة اللذيذة اللي سويتها. يلا ننزل العيش. بسم الله الرحمن الرحيم. عيش بسمتي مغسول ومنقوع. ونصب عليه الماء الحار. الحين نملح. أوكي؟ قبل شوي حطيت شوية ملح بس عشان الربيان. الحين أحط الملح المطلوب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نصب الماء عادي نفس ما نطبخ العيش العادي. ارتفاع 1 سنتي فوق العيش. تبون لين زيدوا الماء شوية بس أخليه يطبخ الحين على نار عالية لين ينشف الماء. بعدين راح أنزل فوقه الزبادي وأنزل الحشو اللي سويته حشو الربيان وأخليه على نار هادية تقريبا كذي ب 20 دقيقة ويكون جاهز. الصوت يطرب والمنظر يطرب. على نار عالية لين ينشف مايه. بعدين نقصر على النار ونحط الزبادي والربيان. العيش نشف مايه. الحين ننزل حشو الربيان اللي سويته. اوكي بسم الله. الزباديات اللي قليتهم وأغطي جدري وأترك العيش على نار هادية 20 دقيقة. 20 دقيقة ونرجع لكم ننشب مع بعض. يلا جاهزين حق أحلى لقطة باليوم. نشيك على مطبق الزبادي الملكي. الله 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 الله. ملكي ولا مو ملكي يا جماعة الخير؟ يما الريحة تينم. أول شيء نشيل الزبادي. بسم الله الرحمن الرحيم. ونشيل الحشو حشو الربيان. بعدين ننشب. شوفوا جمال العيش ها؟ واضح جماله مع أنه كلش 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 ما قلبته. خلكم وايد رقيقين مع السمك. عاملوا السمك بقمة الرقة عشان لا يتفتت. نشيل حشو الربيان. احنا طبعا لازم مع السمك مع مطبق الزبادي بالذات كشمش. ادري وايد ناس ما ياكلون كشمش مع السمك. احنا بيتنا لازم شيء اساسي. شيل الفلفلة واللومي عشان نزين فيه. تكفون شوفوا جمال العيش. شوفوا تبارك الرحمن. شوفون جماله واضح ها؟ واضح. اللهم بارك. عن سوينا دقوس ما صورته لأنه خلاص يعني سويته معاكم وايد والطريقة موجودة بالإنستغرام واليوتيوب وبكل مكان. حين ننشب عيشنا. يلا ننشب. الريحة 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 تينن. شوفوا الربيان اللي ببطن العيش. شوفوا شوفون هذا كله ببطن العيش. من أقول لكم المطبق مالي أحلى مطبق بالحياة. لازم تصدقوني لازم. نحط زبيدياتنا الحين ونحط حشو الربيان. هذه الزبيدية الأولى وهذه الثانية. الثالثة والرابعة. هذا الحشو. بحط رشة
كزبرة أو بقدونس كيفكم؟ كذي تعطيني منظر أحلى يعني، خضار بس يكسر اللون، وشرايح الليمون. غير مكان اللومية. بس لحظة لحظة، لا ننسى لا ننسى أهم شيء، الكشمش مقلينه بزيت نحطه كذي. أقول لكم إحنا ضروري جدا عندنا بالبيت الكشمش مع السمك. وسلامتكم وتعيشون. أمطبق زبيدي ملكي بحشو الربيان، شيء ما صار. شوفوا 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 الجمال، شوفوا واضحة اللذة. وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية. وهذا العشاء جاهز، الحين عاد فقرة التذوق. الله، بسم الله ننشب. حط من هالعيش اللي شكله يفتح النفس مع الحشو والربيان، وبحط لي زبيدية. أبي الزبيدية العنونة هذه، هذه كيوت، وليمونة، ولومية، ودقوس. هذا دقوس الطماط. أنا ترى من الناس اللي يأكلون العيش خالي، بس أسوي الدقوس حق أهلي، أنا يحبون الدقوس مع الأكل، لا أنا عادي يعني أحب أكل العيش خالي. يلا بسم الله نجرب. أبي الطعم، أبي الطعم، تسلم إيدي على هاللذة، والله شيء ما صار. لحظة لحظة، خلي أعصر لومية. أبي الطعم، الطعم، الطعم يا جماعة الخير، شيء خطير خطير. حط ربيانة شوية من الزبادي. جماعة خل أقول لكم شهادة حق بحق أوشنز برايد. شوفوا أنا ما أكل، إحنا بيتنا عموما ما ناكل زبيدي مثلج ولا ناكل ربيان مثلج، إذا مو فرش ما ناكله. والله قسما بالله طعم كنا فرش، كنا فرش بنات، ينن الطعم. وترى منتجاتهم موجودة بالتموين وموجودة في عدة أماكن بكتبها لكم الحين. خيال، الربيان ما في نتفة زفرة، والزبيدية كنها فرش، كنها فرش، خيال خيال. والله الطعم كنا مسوية مطبق زبيدي على سمك فرش، ما كنا شيء مثلج. لذيذ لذيذ لذيذ، شيء مو عادي يا جماعة. كافي قاعدين تاكلون شيء خالي من المضادات الحيوية وخالي من الهرمونات، والطعم على ضمانتي كنا فرش، والله كنا فرش. لا لا لا، اللذة مو عادية مو عادية، وايد وايد قوي. السمك والربيان منهم، بحط لكم الحين أماكن توفر منتجاتهم، وبحط لكم أيضا انستغرامهم، ضيفوهم نصيحة وطلبوا منهم أو أخذوا منهم، تقدرون تأخذوا من التموين أو من الأماكن اللي بحطها لكم الحين. شيء فظيع، أحس بعد أصحاب المشاريع والمطاعم وايد راح يفيدكم هالمكان.